فلذلك أعطاك كوناً، أعطاك عقلاً، أعطاك فطرة ونفس وما سواها فألهمها حينما تفجر أنها فجرت، وألهمها حينما تتقي أنها اتقت، ألهمها فجورها وتقواها. الآن أعطاك شهوة هي ثمن الجنة، ما أودع الله في الإنسان الشهوات إلا ليرقى بها مرتين، مرة صابراً ومرة شاكراً إلى رب الأرض والسماوات. هذا الميل، الميل نحو حب، نحو المال، نحو المرأة، نحو العلو في الأرض، نحو الطعام، أودع فيك الشهوات. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. أعطاك الشهوات لترقى بها وهي حيادية، وما من شهوة أودعها الله فيك إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. أبداً ما في حرمان بالإسلام، ما من شهوة أودعها الله فيك إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. لكن المحرمات ليست قيوداً لحريتك بل هي ضمان لسلامتك. المحرمات تماماً كلوحة كتب عليها حق الألغام ممنوع التجاوز، لا تشعر أبداً بحقد على من وضع اللوحة، بل تشكره من أعماق أعماقك لأنه ضمن لك بهذه اللوحة سلامتك. كما لو وضعت لوحة أمام تيار توتر عالي ممنوع الاقتراب خطر الموت، هي لوحة رحيمة، لوحة فيها علم، فيها حكمة، فيها رحمة، فيها قيادة حكيمة للمواطنين، ممنوع الاقتراب خطر الموت. لذلك أودع فيك الشهوات لترقى بها صابراً أو شاكراً إلى رب الأرض والسماوات. أعطاك كوناً سخره لك تسخير تعريف وتكريم، رد فعل التعريف أن تؤمن ورد فعل التكريم أن تشكر. أعطاك عقلاً كي تتأكد به من صحة النقل وكي تفهم به النقل دون أن تلغي النقل بعقلك. العقل ليس حكماً على النقل، ولكن للتأكد من صحة النقل قبل النقل ولفهم النقل بعد النقل. أعطاك فطرة تكشف لك الخطأ ذاتياً.